اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، لقاء جديد في من القاهره. اهلا وسهلا. الليله عندنا في حلقتنا ابرز العناوين. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت الى ليبيا حامله المروحيات المسترال للعمل كمستشفى ميداني لدعم متضرري اعصار ليبيا. أيضا في عناويننا منح وإعانات وإعفاءات، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين معيشة المواطنين. أهلا بحضراتكم. بداية الأخبار، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين الدستورية للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما، وخلال اجتماع آخر مع رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، وجه الرئيس السيسي بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. قرر رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار حمادة السيد محمد عبد الفتاح الصاوي النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة. قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد نائبا عاما. أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مدينة الفنون والثقافة، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها وبما يعظم من قيمتها كمنارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري. وقد تم في هذا الإطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، خاصة مكتبة العاصمة التي تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة ومتحف عواصم مصر الذي يعرض أثارا للعواصم المصرية على مدار التاريخ، ومتحف الفنون ومتحف العملات، فضلا عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقى مؤهلين وفقا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على التنسيق بشأن الترتيب لموسم الحج القادم، وذلك خلال رئاسة اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج. وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد أن الاجتماع استعرض الاستعدادات التي تقوم بها وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الاجتماعي فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منهما والخدمات اللوجستية التي ستقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم القادم. افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهل المدارس 2023 بمحافظة الجيزة بشارع الملك فيصل. وأكد مدبولي أن افتتاح هذه المعارض يأتي في إطار خطة الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، معتبرا أنها نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.
حرصا على تقديم منتجات وسلع بأسعار مخفضة وتعميق التصنيع المحلي، جاءت معارض أهلا مدارس، حيث شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسي بمحافظة الجيزة. المعارض توفر كافة المستلزمات المدرسية بالمراحل التعليمية المختلفة بأسعار مخفضة، إضافة إلى المستلزمات الغذائية للطلاب بتخفيضات تتراوح بين 20% إلى 50%. وتعكس هذه المعارض جهود الدولة المبذولة في النهوض بالسلع المصنعة محليا لمستوى عال من الجودة وبسعر مناسب للأسر المصرية. انطلاق معارض أهلا مدارس في عموم محافظات الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة يأتي في إطار حرص الحكومة على التخفيف عن كاهلي الأسر المصرية. هشام حامد، النيل. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية سيتم إتاحة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاد في شهر أكتوبر القادم، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارا من أول أكتوبر. ولفت الوزير إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا حوالي 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران 4 زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل من عام 2022، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان. كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول بلغ 205 ملايين قدم مكعب يوميا خلال العام المالي 2022-2023. أكد وزير البترول طارق الملا خلال أعمال الجمعيات العامة للشركتين لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022-2023 أن قطاع البترول يكثف حاليا أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنمية الاكتشافات. وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بإمكانات بترولية متميزة وبنية تحتية قوية تمكنها من تنفيذ برامج وخطط طموحة لزيادة الإنتاج. ينطلق غدا بمدينة شرم الشيخ مؤتمر التأمين في دورته الخامسة والذي ويعقده الاتحاد المصري للتأمين، ويشارك فيه خبراء ومتخصصون في مجالات التأمين والعديد من الدول العربية والأجنبية. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة الزميلة لمياء موافي. لمياء، تحياتي، أبرز ما ترصديه عن المؤتمر أنت. يعني بالفعل أتم مؤتمر الاتحاد المصري للتأمين كافة استعداداته للانطلاق غدا، حيث يشرفه بالحضور دكتور محمد معيط وزير المالية، دكتور نبيل قباج وزيرة التضامن، دكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد كبير جدا من خبراء التأمين من مختلف الدول العربية والأجنبية. المؤتمر السنة دي بيأتي في ظروف بالغة الدقة بيواجه فيها العالم تغيرات مناخية أثرت بصورة سلبية على يعني البنية الأساسية في العديد من الدول. أنا معي الأستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، سيحدثنا أكثر عن أهم محاور المؤتمر الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام. أستاذ علاء، لو كلمنا عن محاور الملتقى في دورته الخامسة. السنة دي الحمد لله عندنا حضور ممتاز، عندنا ما يقرب من 980 مشارك، عندنا 33 دولة ممثلين في الملتقى، عندنا 64 متحدث. والمحاور النهاردة عندنا 5 محاور، غير طبعا جلسة الافتتاحية اللي اتكلم فيها كبار الشخصيات الوزراء ورئيس الهيئة ومحافظ جنوب سيناء. هيكون عندنا 5 محاور، محور بيتكلم على التأمين الصحي الشامل وهل ممكن القطاع الخاص يساهم في إنجاح هذه المنظومة والتجارب الدولية اللي حصلت في هذا النطاق وإزاي ممكن نستفيد منها. هيكون عندنا محور بيتكلم على المخاطر الطبيعية والكوارث، وخصوصا احنا شاهدنا في الفترة اللي فاتت العديد منها. هنشوف ازاي ايه وثائق التأمين ومنتجات التأمينية اللي ممكن تقدمها علشان تحمي الناس من هذه المخاطر وازاي يتم تطبيقها في مصر ان شاء الله. هنتكلم كمان عن الافكار بتاع الاتحاد المصري للتأمين اللي احنا هنقدمها في الملتقى علشان نعمل حاجة تكون بتمثل حماية للمجتمع المصري من أخطار الزلازل والفيضانات. عندنا كمان محور هيتكلم على التطور التكنولوجي في التأمين
وازاي بيساهم تطور التكنولوجي في زياده معدلات نمو اقساط التامين وخاصه فيما يتعلق بالتامين متناهي الصغر. استاذ علاء، من ضمن المحاور اللي هيناقشها المؤتمر الشمول التاميني، كيف يمكن الوصول للشمول التاميني في ظل اوضاع اقتصاديه يمكن تكون ضاغطه على كثير من الافراد ويكون بالنسبه لهم صعب ان هم يعملوا تامين؟ اول حقيقه احنا يعني مركزين جدا في تحقيق منظومه الدوله اللي بتهدف للشمول المالي والشمول التاميني. جزء كبير منها قايم على اهتمامنا بمنتجات التامين متناهي الصغر وتطوير هذه المنتجات وعمل وثائق تامينيه ليهم بسعر او باقساط مخفضه جدا تتراوح من 60 جنيه ل 100 جنيه في السنه، يعني بنتكلم على 5 ل 8 جنيه في الشهر كلام فاضي، لكن تقدر تديهم حمايه تامينيه. ابتدينا من 2017 في تطبيق هذه المنظومه، اصبح عندنا النهارده اكثر من 7 مليون عميل في التامين متناهي الصغر، واصبح عندنا الحقيقه مثال ايه تامين متناهي الصغر؟ هل المشروعات الصغيره؟ هل صغار المزارعين؟ ممكن المشروعات الصغيره، ممكن صغار المزارعين، ممكن الناس اللي بتقترض من شركات التمويل متناهي الصغر، الشركات اللي هي بتدي تمويل للمراه المعيله من 5000 جنيه لغايه 200000 جنيه، احنا بنقدم حمايه تامينيه لكل الوثائق اللي هي ممكن يحتاجوها سواء لحياتهم، القرض اللي هم بياخدوه، البضائع اللي هم بيشتغلوا فيها، لو حد مثلا عنده مكنة تصوير عايز يأمن عليها بس يعني خدها بقرض وعايز يأمن عليها، احنا بنقدم له الحماية التأمينية بتاعتها. الحقيقة في منظومة متكاملة للتأمين المتناهي الصغر في مصر ناجحة جدا وماشية بشكل كويس أوي الحقيقة الحمد لله. يعني حضرتك أكدت في بداية الكلام إن التأمين الصحي الشامل، شركات التأمين الخاصة يعني ستتحدث غدا في المؤتمر مع معالي وزير المالية والمشاركين في المؤتمر على التأمين الصحي الشامل، لو اتكلمنا باستفاضة على التأمين الصحي الشامل وكيف يمكن للشركات التأمين الدخول في التأمين الصحي الشامل من أجل يعني خدمة المواطنين. احنا الحقيقة عندنا دور كبير جدا بنقدمه دلوقتي كشركات تأمين، عندنا تغطيات تأمينية بنقدمها للمجتمع المصري، وعندنا أكثر من 10 مليون عميل بنتعامل معاهم في التأمين الطبي، فاحنا عندنا خبرة، عندنا الأنظمة الإلكترونية اللي تساعد ازاي نقدر نسدد المستحقات بتاعت مواردي الخدمات، عندنا علاقات مؤيد لخدمات كويسة جدا نقدر نساهم في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل. هنعرض وجهة نظرنا بكرة في المحور اللي احنا عاملينه مع الحكومة في التأمين الصحي الشامل، وإن شاء الله يكون لينا دور كقطاع تأمين خاص في نجاح هذه المنظومة بإذن الله. إلى أي مدى التطور التكنولوجي يمكن أن يساهم في نمو فكرة التأمين هنا في مصر؟ طبعا احنا بنتكلم على التحول الرقمي، النهارده الدوله كلها بتتكلم على التحول الرقمي، احنا علشان نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن من المؤمل لهم او المحتملين اللي احنا عايزين نقدم لهم خدمات تامينيه، نقدر نبيع لهم او نسوق لهم منتجات تامينيه، التحول الرقمي هيساعدنا جدا على ان احنا نسوق هذه المنتجات، التحول الرقمي هيساعدنا ان احنا نحصل الاقساط بشكل كويس وسهل جدا، ندفع التعويضات بتاعتنا بسرعه جدا عن طريق التطور التكنولوجي، ده كله هيساهم في زياده معدلات الاختراق او زياده معدلات حجم اقساط التامين من ناحيه، وزياده معدلات التغطيات التامينيه نقدر نديها للناس، ويزود حجم عدد المتعاملين مع شركات التامين. استاذ علاء، كان السنه اللي فاتت كنا تحدثنا عن المصريين في الخارج، ولو كان في مصري لا قدر الله تعرض لحاله وفاه في الخارج، وان احنا يعني كان مع بالتعاون مع وزاره الهجره ان احنا هنجيبه، يعني ايه الجديد بقى السنه دي؟ السنه اللي فاتت كنا عملنا بروتوكول تعاون وقعناه مع وزاره الهجره ان احنا يكون عندنا تغطيه للمصريين اللي عاملين في الخارج، بحيث ان لحد لا قدر الله حصل له وفاه احنا نقل الجثمان بيتم على حساب شركات التامين. اشتغلنا في المنظومه دي بشكل اختياري، يعني اللي بيطلبه من نديها له، ساعدتنا وزاره الهجره للوصول لعدد كبير منهم، واعتقد عندنا حوالي 800000 واحد متغطي دلوقتي، نتمنى طبعا يكون عندنا اكبر، وده جهد الحقيقه عملناه. عملنا كمان السنه اللي فاتت مجمع لتامين السفر، اي حد النهارده عنده باسبور وثيقه جواز سفر بياخد تامين شامل، بحيث ان هو لو حصل له حاجه وسافر حصل له حاجه وهو مسافر بيبقى عنده تغطيه لغايه 30000 يورو، نقدر نغطيه ميديكال تامين طبي، نغطيه حوادث لا قدر الله وفاه نتيجه حادثه، كلها ده بيبقى متغطي. الحقيقه الوثيقه دي ممتازه جدا، يعني عدد كبير عندنا في مصر 22 مليون جواز سفر، كل الناس دي هتبقى متغطيه لان ده بشكل الزامي ولمده 7 سنين بمبلغ قليل جدا. السنه دي كمان في من ضمن المحاور احنا هنتكلم عليها، هنتكلم على دورنا احنا كشركات تامين في زياده معدلات الاختراق عن طريق التطور الرقمي او التحول الرقمي، ده احنا بنعرضه بشكل كويس. هنعرض كمان دورنا في كشركات تامين
في وضع منظومة متكاملة لحماية الأسرة المصرية من الأخطار الطبيعية. ده اللي يمكن جديد. أسألك بقى في الآخر، يعني ده الملتقى الخامس، أربع ملتقيات قبل كده للتأمين شارك فيه وفود من كل دول العالم، أنت مدى رضاك لمستوى التفاهم المجتمعي للتأمين وفكرة التأمين هنا في مصر؟ طبعا احنا اكيد من الدول اللي الوعي التأميني فيها مش كبير قوي، ولكن احنا زي ما اتكلمنا عن التأمين متناهي الصغر، نتكلم على التأمين المنتجات الزراعية، نتكلم على انواع تأمين السفر، تأمين المصريين في الخارج، تأمينات البنكية بتعامل مع البنوك، التأمين الطبي اللي بنتكلم عليه، الحقيقة دي كلها هتدي مظلة تأمينية متكاملة. يعني التأمين دايما في العالم بينتشر بحاجة تانية، يا اما الناس تكون عندها وعي، يا اما تكون في بعض الوثائق الإلزامية علشان الناس تشتري تأمين. اعتقد ان احنا محتاجين نعمل خليط ما بين الاثنين. الوعي احنا شغالين عليه بالمؤتمرات، شغالين عليه بنشاطات اسبوعيه بنطلعها من الاتحاد المصري للتامين، ندوات بنعملها كل شهر تقريبا سواء اونلاين او بالحضور الناس، بنعمل مؤتمر في الاقصر بنطلع في شرم الشيخ بحضور كبير جدا عالمي واقليمي ومحلي ومصري. كل ده الحقيقه في الاخر هيساهم في زياده الوعي، مع تمنياتنا ان يكون عندنا بعض الوثائق الالزاميه اللي هتخلي الناس عندها تغطية تأمينية متكاملة إن شاء الله. شكرا جزيلا، وإن شاء الله مؤتمر موفق. يعني غدا بإذن الله سينطلق الملتقى الخامس للاتحاد المصري للتأمين بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعي ورئيس هيئة الرقابة المالية. يشارك في المؤتمر ما يقرب من 1000 شخصية من 33 دولة لمناقشة التحديات التي تواجه دول العالم في مجال صناعة التأمين، وكيف يمكن التعاون سويا من أجل النهوض في صناعة التأمين عالميا. إليكم مرة أخرى زملائي في الاستوديو. شكرا جدا الزميلة لمياء موافي، كنت معنا مباشرة من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا. تواصل مؤسسة حياة كريمة تنفيذ مبادرة سبيل بتوزيع عدد 600 وجبة غذائية متكاملة للمرضى في مستشفى كفر الشيخ الجامعي ومستشفى الحميات ومستشفى الكلى بمحافظة كفر الشيخ. يأتي هذا في إطار الاهتمام بالمواطن المصري من خلال توفير الرعاية والخدمات المتكاملة. مساعدة الناس ودعمهم هو هدف مؤسسة حياة كريمة، وده اللي بنشوفه من خلال الأعمال الخيرية المختلفة اللي بتقوم بيها في كل المجالات. مبادرة سبيل هي أحد نماذج الأعمال الخيرية اللي بتقدمها المؤسسة للأسر الأكثر احتياجا، ومن خلالها تم توزيع مواد غذائية على مرضى مستشفيات كفر الشيخ. احنا وزعنا حوالي 600 وجبة او اكتر من 600 وجبة على مستشفى كفر الشيخ الجامعي، مستشفى الحميات ومستشفى الكلى، للمرضى واهالي المرضى، احساسهم بان احنا دور انساني، بان احنا مش مجرد موجودين اسم بس، احنا موجودين شكلا ومضمونا وموضوعا، واحساسهم بالاهتمام. فعلا الدوله بتخاف على مصلحتهم، فعلا الدوله بتبص ليهم، مش مجرد حاجات بتعمل وخلاص، لا احنا باصين ليهم من المشروعات اللي بتعمل. والنهارده المبادره كان اساسها كده، اساسها المرضى واهالي المرضى بشكل اساسي بالتوزيعات اللي احنا عملناها. احنا سعداء واحنا قابلنا المرضى واهاليهم، و ما فيش شك طبعا مبادرة حياة كريمة وجهود مؤسسة حياة كريمة كلها جهود مشكورة ومقدرة. تقديم المساعدات بيعكس البعد الإنساني والاجتماعي لدى مؤسسة حياة كريمة، وده ظهر في توزيعهم لأكثر من 600 وجبة غذائية على حوالي 600 مريض في مستشفيات مختلفة. الله يبارك فيهم، ناس محترمين وهم جايين بيوزعوا على المرضى، وناس كويسين وناس تعتبر ملائكة بالنسبة للناس ديت، رفعوا من روحهم كمان. احنا اتبسطنا وفرحنا اللي جينا فيها، لسه فيها خير وربنا يخلي الرئيس واحنا وراه. احنا بنشكر مؤسسة حياة كريمة على جهودها والمجهود اللي قاموا بيه مع المستشفى والمرضى. كل الشكر وكل التقدير للسيادة الرئيس اللي بيسأل عن الناس الغلابة. الفرحة والامتنان والسعادة مالية ملامح المرضى وأهليهم، لأن حياة كريمة وصلت لهدفها الرئيسي من مبادرة سبيل، إنها تكون كتف في كتف مع أهالينا في كافة التخصصات الطبية وفي كل مناحي الحياة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها. ومن جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 شهدت إقبالا ملحوظا من قبل المزارعين لتوريد كميات كبيرة من القمح لتصل بذلك إلى المعدلات المستهدفة، حيث بلغت كميات القمح المحلية التي تم توريدها نحو 3.8 من 10 مليون طن مع انتهاء الموسم، بعد رفع سعر توريد القمح بمقدار 50% ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه خلال موسم 2023 بدلا من 1000 جنيه. وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ليكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5 أشهر. أعلنت شركة تنمية الريف المصرية الجديدة المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان عن البدء في إطلاق التيار الكهربائي بشكل جزئي، وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم ليغطي المنطقة الإدارية والمنطقة المحيطة بها الواقعة داخل أراضي مشروع 1.5 مليون فدان بالطور بأطوال شبكات تصل إلى 65 كيلومتر طوليا. وذكرت الشركة أن ما يتم تنفيذه وإتمامه حاليا يأتي تمهيدا لبدء تغطية شبكة الكهرباء بجميع أراضي الريف المصري الجديد بمنطقة الطور الواقع على مساحة تزيد على 24,000 فدان. توجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر قمة الطموح المناخية ضمن أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن وفد مصري رفيع المستوى، حيث تمثل القمة خطوة هامة نحو تعزيز الإدارة العالمية لتسريع وطيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافا نحو الطاقة المتجددة وقادر على تحمل التغيرات المناخية. وبتنعقد القمة بمشاركة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في إطار فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة لعام 2023 والتي تنعقد تحت شعار إعادة بناء الثقة وشحذ التضامن العالمي. يعد سور مجرى العيون أحد أبرز الآثار الإسلامية التاريخية في مدينة القاهرة، وذلك لما يمثله من قيمة تاريخية وجغرافية منذ إنشائه في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. وقد شهد سور مجرى العيون وبرج المأخذ أعمال تطوير مؤخرا ليبدأ استقبال زوار من المصريين والأجانب. من مجرى العيون إلى القلعة يمتد أقدم ممر مائي مكتمل في الدولة الإسلامية، وهو سور مجرى العيون والذي يصل طوله لأكثر من 3 كيلومترات، وكان الهدف من بنائه هو تزويد منطقة القلعة بالمياه. مجرى مياه في أم الخليج، وده التسمية الأثرية الصحيحة لهذا المكان، لكن العام ما أطلقوا على هذا المكان سور مجرى العيون نظرا لوجود فتحات أو عيون، فأطلقوا على هذا المكان سور مجرى العيون. احنا حاليا موجودين اعلى برج المأخذ، وده المكان الرئيسي لمجرى مياه في ام الخليج، وهذا المكان انشاه السلطان ابو النصر قنصوه الغوري عام 911 هجريه 1505 ميلادي. فكره انشاء او فكره نقل المياه فكره موجوده من ايام الدوله الطولونيه، قام بها احمد ابن طولون، ومداله بقايا القناطر بتاعته موجوده النهارده في المنطقه اللي عند متحف الحضاره اللي بتعرف باسم مجرى المياه، وفي البير بتاعه اللي موجود اللي بيعرف بلاد العامه باسم بير ام سلطان. دي كانت اول فكره نقل المياه. جه السلطان قنصوه الغوري سنه 1508 وبنى المبنى اللي احنا موجودين فيه ده، بنى 6 سواقي علشان يعمل حاجه مهمه قوي، انه يبقى المكان هنا اعلى من مستوى القلعه. يتكون السور من برج يسمى برج المأخذ، يحتوي على 6 سواقي يصعد اليها عن طريق منحدر من الجانب الشرقي للبرج. برج المأخذ مساحته حوالي 625 متر تقريبا، هو عبارة عن شكل سداسي بداخله أيضا شكل سداسي منتظم اللي هو بير المأخذ، بيتوسطه عمود حجري قطره 3 متر وربع عن طريق 6 سواقي، متبقي منها حاليا 3 سواقي فقط،
هم ما تم الكشف عنهم في من فترة لجنة حفظ الصلاة العربية، وتم ترميم هذه السواقي الثلاث. هذه السواقي كانت بتدار بالثيران، الثيران كانت بتصعد عبر الطريق الصاعد أو الزلاقة أو المزلقان. مؤخرا تم الانتهاء من أعمال ترميم للسور، شملت السواقي الخشبية وإزالة طبقة السناج والاتساخات وإزالة التعديات على السور. هنا في المبنى بتاع السواقي، يمكن ده كان المبنى الاهم والعنصر الرئيسي في الترميم، تم اعاده تركيب الست سواقي اللي حضرتك شايفهم، تم اعاده تركيب البراطيم اللي رابطه ما بينهم، بناء الدعامات اللي كانت مفقوده اللي حامله للبراطيم مره تانية، تركيب او اعاده تركيب الحجر الطوب الاجر اللي كان مفقود منها، بياض لحوض الحوض الرئيسي بتاع الميه، عمل الدرابزينات الخشب اللي كانت موجوده في السوائي، التبليط للأرضيات، عمل السن في المسار بتاع الدواب. وقد بني السور من حجر يسمى الفص النحيت، ليصمم على شكل قبوات بعدد 272 فتحة، لتبدأ من برج المأخذ وحتى منطقة السيدة عائشة. أعمق التاريخ يفوح من أقدم ممر مائي مكتمل في الدولة الإسلامية، فالتاريخ شاهد على تغيرات مفصلية في هيكل السور، لكن الشيء الثابت الوحيد هو وظيفته الأساسية في نقل المياه. من سور مجرى العيون، أشرف مبارك، النيل. عقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، عقد مؤتمرا صحفيا تحت رعاية وزيرة الثقافة للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة فيه. من جديد يعود مهرجان وملتقى الحوار الثقافي عبر الموسيقى الروحية والإنشاد في دورته 16، ليبعث برسالة سلام تعبر عن شخصية مصر بتنوعها الثقافي والحضاري للعالم. كلمات أكد عليها الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده تحت رعاية وزارة الثقافة للإعلان عن تفاصيل هذه الدورة. عندنا ثلاث أماكن: مسرح السور الشمالي، بوابة مصر، القاهرة التاريخية، وعندنا بيت السيناري، حي السيدة زينب، وعندنا قبة الغوري، الحسين، التابع لصندوق التنمية الثقافية. قبة الغوري الحقيقة أنا لأسست الفلسفة والمنهج الخاص بقبة الغوري، وخرج منها كل الأنشطة الخاصة بي، ومنها مهرجان سماع. النهاردة الحقيقة دول من ضمنها عندنا البوسنة، كوتوفوار، الكونغو برازافيل، ده من أهم الفرق على مستوى العالم، خلي بالك. عندنا جيبوتي مشاركة، عندنا الجزائر، عندنا اليونان، عندنا رومانيا، جنوب السودان، اندونيسيا، تاتارستان، ثقافة مختلفة. يشارك في المهرجان 30 فرقة من دول مختلفة، وتحل كونغو برازافيل ضيف شرف للدورة 16، وهو الأمر الذي يعكس أهمية التواصل الإنساني بين الشعوب بالموسيقى والفنون المختلفة. المهرجان حقيقة بيتميز بأن التأكيد على جوهر الأديان، المحبة والتسامح والسلام. الحقيقة في ثقافات مش إسلامية ولكن ثقافات مسيحية أيضا، لأنه اسمه مهرجان سماع للإنشاد والموسيقى الروحية على مستوى العالم، فإحنا بنجمع الشقين، الشق الإسلامي والشق المسيحي أو القبطي، فدايما عندنا مشاركات متميزة جدا. عندنا فرقة رائعة من الكونغو برازافيل، فرقة كنسية متميزة جدا وخدت جوائز دولية على مستوى العالم. ويهدف المهرجان إلى إتاحة الفرصة للتعرف على فنون وثقافات الشعوب المختلفة لفن السماع والتراث الديني بأشكاله المتعددة حول العالم، لتؤكد على جوهر الأديان. تتلاقى ثقافات العالم المختلفة من جديد في مهرجان سماع الدولي في دورته 16، مهرجان تتعدد فيه الفعاليات والفرق المشاركة بموروثاتها الشعبية، لتعكس أهمية الفن ومدى تأثيره في دعم العلاقات بين الشعوب. أسماء حسن، أمني. أفادت وسائل إعلام ليبية أن نحو 900 مبنى، أي نحو ربع مدينة درنا، تحطم جراء الإعصار دانيال التي ضرب شرق البلاد قبل أسبوع. في غضون ذلك أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة الضحايا في المدينة المنكوبة إلى 11300 قتيل، فيما لا يزال 10100 شخص في عداد المفقودين.
فيما يتضاءل الأمل في العثور على أحياء بين آلاف المفقودين بعد 6 أيام على الكارثة التي سببها الإعصار دانيال، ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11,300 قتيل وفق ما أعلنت الأمم المتحدة في تحديث للحصيلة نقلا عن الهلال الأحمر الليبي. ولا يزال أكثر من 10,000 آخرين في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة جراء الإعصار دانيال الذي أودى بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة. وبحسب تقرير الأمم المتحدة فإن هذه الأرقام مرشحة للزيادة، حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين وانتشال جثث الضحايا. وتسبب الإعصار الذي جاء مصحوبا بأمطار غزيرة في انهيار سدين، مما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر مدينة درنة بصورة خاطفة، فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى. وبعد مرور نحو أسبوع على الإعصار الذي ضرب شمال شرق ليبيا، لا يزال الوضع الإنساني قاتما خاصة في درنة، فالمدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بالمياه، وقد أصيب 55 طفلا على الأقل بالتسمم لشربهم مياه ملوثة. أما المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة فقد حذرت الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان إلى آخر، وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الأقدام. تواصل فرق الإنقاذ عملياتها لانتشال جثامين ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب قبل أسبوع. وفقا لآخر حصيلة أعلنتها السلطات المغربية فإن الزلزال تسبب في مقتل أكثر من 2900 شخص، فيما بلغ عدد المصابين نحو 6,000. أكثر من أسبوع مر على زلزال المغرب المدمر، وما زالت القصص المأساوية التي يرويها الناجون تهيمن على هذه الكارثة في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ عملياتها الميدانية من أجل انتشال الجثامين وعلى أمل العثور على ناجين على قيد الحياة. ووفقا لآخر حصيلة أعلنتها السلطات المغربية فإن الزلزال تسبب في مقتل ما يقرب من 3,000 شخص، فيما بلغ عدد المصابين حوالي 5,700 بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف. سكان المناطق المنكوبة يعيشون مشهد انتشال الجثث من تحت الركام، مع شعورهم بالخوف المستمر من أن يضرب البلاد زلزال جديد بعد أن فاجأهم الزلزال حين كانوا نياما وتهدمت المنازل فوق رؤوسهم ودفع الكثير منهم نحو الفقر واليتم والتهجير، فأصبحوا خلال دقائق معدودة أشخاصا بدون مأوى ولا مال ولا حتى أوراق ثبوتية. ولا شك أن الأطفال هم الأكثر تأثرا بالصدمات التي يسببها الزلزال، خصوصا أن بعض الأطفال خسروا كل أفراد عائلتهم، كما خسروا منازلهم ومدارسهم ويعيشون دون ماء صالح للشرب أو كهرباء لساعات وبعضهم لأيام حتى وصلت المساعدات إليهم. ولم يشهد أطفال المغرب حدثا مشابها من قبل، حيث أن آخر زلزال وقع هناك كان عام 2004، أي قبل ولادة معظمهم. غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا على متن قطاره المصفحة بعد زيارة استمرت 6 أيام. بحث كيم خلال زيارة تعزيز التعاون العسكري مع موسكو، فيما وصفته بيونغ يانغ بأنها ذروة جديدة للعلاقات الثنائية. فيما وصفته بيونغ يانغ بأنها ذروة جديدة للعلاقات الثنائية، ناقش زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مسائل عملية لتعزيز التعاون العسكري مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو. وخلال زيارته لروسيا تفقد كيم القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ الفرط صوتية والسفن الحربية برفقة شويغو. وخلال زيارته التي بدأت قبل أيام لروسيا، ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن كيم تفقد عدة شركات للأغذية. وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية
إن زيارة زعيم كوريا الشمالية الذي قلما يغادر البلاد إلى روسيا تأتي كذروة جديدة للصداقة والتضامن والتعاون في تاريخ تطور العلاقات بين كوريا الديمقراطية وروسيا. واجتمع كيم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي وناقش مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعميق التعاون. وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق من تقارب العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا ومضي كوريا الشمالية في تطوير الصواريخ والأسلحة النووية. طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها ورئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني خطة تدعو إلى تضامن أوروبي لمساعدة روما على إدارة تدفق المهاجرين الوافدين عبر البحر المتوسط. وتهدف الخطة والتي هي من 10 نقاط إلى توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة على سواحل إيطاليا. في مواجهة مصير مجهول يبقى المهاجرون الفارون من بلادهم هربا من سوء الأوضاع عالقين في البحر. ولدراسة أحوال اللاجئين وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى لامبيدوسا حيث يتواصل تدفق المهاجرين الوافدين من شمال إفريقيا بما يفوق القدرات الاستيعابية للجزيرة الإيطالية الصغيرة قبل نقلهم إلى جزيرة صقلية والبر الأوروبية. وتزور المسؤولتان الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط على وقع استقبالها آلاف المهاجرين في الأيام القليلة الماضية في أزمة أعادت فتح الجدل بشأن تقاسم المسؤوليات بين دول الاتحاد الأوروبي. وانتقلت فون دير لاين وميلوني إلى ميناء لامبيدوسا حيث رست عشرات المراكب الصغيرة التي ينتقل على متنها طالب اللجوء وتنطلق غالبيتها من السواحل التونسية غير البعيدة. وقال الصليب الأحمر الإيطالي الذي يدير مركز استقبال المهاجرين في لامبيدوسا إن ثمة نحو 1500 شخص حاليا في المركز الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 400 شخص فقط. وتوجهت سفن الإنقاذ التابعة لمنظمات غير حكومية مثل جيوبارنيتسا وأطباء بلا حدود إلى موانئ رئيسية في إيطاليا بعدما نفذت خلال الفترة الماضية 11 عملية أنقذت خلالها ما يصل إلى 500 شخص. ودعت ميلوني الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تخفيف الضغط عن إيطاليا بعدما وصل إلى الجزيرة نحو 8500 شخص بين الاثنين والأربعاء الماضيين على متن 199 مركبا وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتشكل أزمة الهجرة هذا محور جهود دبلوماسية مكثفة منذ أيام. وتقع جزيرة لامبيدوسا على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي وهي إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملا في الوصول إلى أوروبا.